اهلا وسهلا بيكم. النهارده الحمد لله زي ما عودناكم ان احنا دايما ندور على كل ما هو جديد. بعد ما وفرنا جهاز المايكرو اير بجانب جهاز الفيزر، النهارده الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا نجيب الجهاز السويسري لايب سيرش. جهاز لايب سيرش فيه نفس امكانيات جهاز المايكرو اير، اللي هو عن طريق ان احنا نفتت الدهون وعن طريق عمل الذبذبات، بالاضافه لكده ان في خاصيه حقن السوائل وحقن الدهون مره ثانيه. دي ميزه كبيره جدا ان احنا بعد ما بنشفط الدهون، وليكن الجزء الازرق هنا ده الجل الازرق ده هو الدهون اللي احنا شفطناها، بنقدر بعد ما بنشفطها بشكل معقم جوه الجهاز وهي جوه البرطمان، بعد ما نعالجها بنقدر ان احنا بواسطه الجهاز نحقنها مره ثانيه. احنا جايبين الوصلات لونها شفاف خالص بحيث ان احنا نشوف واحنا بنحقن الدهون اللي شفطناها من هنا هنحقنها ثاني في الكانولا وبنملاها ازاي. تابعونا. احنا هنحط الدهون هنا جوه الجلافز ده، جوه الجوانتي ده، بحيث ان احنا شايفينه هو فاضي خالص اهو، وهنبتدي بالراحه ان احنا نحقن الدهون. شايفين اللون الازرق عماله تتسحب من البرطمان من هنا تمشي هنا وتنزل جوه الجوانتي بتاعنا. شايفين ازاي؟ بحيث ان احنا بعد ما شفطنا الدهون من هنا نبدا نحقنها تاني في مكان تاني من غير انا البس دهون خالص، وبالتالي بنكون اقل عرضه لحصول التهابات او عدوى، وبالتالي الدهون ما بتتكسرش خالص، فرص بقائها بتزيد جدا لو احنا هنحقن الدهون في الوجه او هنحقنها في منطقه الارداف او عايزين نعمل عمليه المخاخ البرازيليه، وبالتالي فرص البقائيه بتاعت الدهون بتكون عاليه جدا، وقت العمليه بيكون اقل بكتير، النقاهه والشفاء بعد العمليه بيكون احسن، تحكمنا في كميه الدهون اللي بنحقنها بيكون احسن، نقدر ان احنا نمونيتور نراقب لحد ما نوصل للشكل اللي